الحكايه اللي جايه في ذكرى 9/11 نشرت الصحف الامريكيه تحيه لمهندسه مسلمه مصريه، كاتبين كده A Muslim from Egypt، مهندسه مسلمه مصريه، ده العنوان بتاع الخبر. طيب ليه في تحيه لمهندسه مسلمه مصريه اسمها منال عزت؟ منال عزت عملت ايه؟ قبل انتوا عارفين في طياره من الطيارات دخلت البنتاجون، في طياره طبعا اللي هي راحت الطيارتين اللي راحوا الابراج، وفي طياره راحت البنتاجون، وفي طياره رابعه وقعت في حته تانيه. الست دي قبل اهي دي الطياره بتاعت البنتاجون، الست دي كانت بتشتغل في البنتاجون. قبل الحادثه دي ب20 يوم عملت تقوية وترميم لحوائط في البنتاجون. لولا الترميم والتقوية لهذه الحوائط ما كانش الحوائط ديت هتستحمل ال20 دقيقة اللي قعدت تستحملهم لغاية ما انهارت. يعني لولا كده كان توفى المئات داخل البنتاجون. تعرفين طبعا هناك كل ما السنين بتعدي بيبتدوا يطلعوا قصص لأبطال وقصص لناس عملت حاجات، شغل بقى إعلام وصحافة اللي هو تعزيز الأفعال الإيجابية. يعني مش مثلا يدوروا على حرامي وينجموه، لا، دوروا على حد أنقذ ناس، حد كان السبب في إنه مصيبة ما تحصلش، راجل وقف جنب أطفال، تعزيز الفعل الإيجابي. فمنال بعد ما رجعت بقى بعد ما الأحداث حصلت وهي مهندسة، فجم الناس اللي شغال في البنتاجون قالوا لها خدوا بالكم الخبر اللي جاي بقى. قالوا لها لا 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 احنا مش هنقعد، مكاتبنا كانت في الحتة دي، أنا مش هقعد في الحتة اللي دخلت فيها الطيارة ومات فيها الناس. يعني أنا كواحد عندي مكتب ما أقدرش أقعد في الحتة دي، يعني ده مكان مات فيه الناس. فالمصرية المسلمة اقترحت عمل كنيسة في هذا المكان، دي الكنيسة اللي بيخشها الناس اللي بتعمل في البنتاجون. فحلت المكان ده اللي هو الثقب اللي دخلت فيه وعملت مكانه كنيسة. فاليوم الصحافة الأمريكية تتحدث عن منال، والنهارده منال بتقوم بالتدريس في عدد من المدارس الأمريكية، بتشرح للأطفال الجيش بيعمل ايه. دي حكاية.